راح نتكلموا على واحد اللقطة حصلت في الدوحة وتعبر بصدق عن وضع الدبلوماسية الجزائرية اللي يتجسد في شخص رمطان العمامرة، إنسان ما عندوش شخصية، إنسان ضعيف الشخصية خلاص ما عندوش، إنسان ما يحشمش على روحه. داير في الوقت اللي شرشابون يعني الشاف تاعو المعلم ديالو يلقي في كلمة هو يشخر نايم، هذا يدل شو على المستوى اللي حققت الدبلوماسية الجزائرية، يشخر وشرشابون ما قدرش يدور له يقول له فطن ولا فطيق ولا بجنبه ولا والو، خلاوه وحده في حالة شخير. يعني شوفوا الصورة هذه ومن بعد نعلقوا عليها لأنه هذا يمس بزاف بسمعة الجزائر، وسمعوا مليح وتقولوا مليح، وشرشابون كل ما راش حاضر ما على بالوش خلاص. هاي إن قدرتنا كمجتمع دولي من منتجين ومستهلكين وهيئات تنظيم على مواجهة هذه التحديات معا تتوقف على الخيارات التي ستتخذ اليوم. إن منتدى الدول المصدرة للغاز اليوم منظمة حكومية دولية معترف بها وقادرة على جلب الانتباه للأولوية. شفتوا؟ شخير ديريكت، شخير ديريكت، عيب. من المفروض يشوف روحه تعبان، يشوف روحه دا ينوض يروح يقول لله، يقول ما قدرش نحضر راني عيان. لا، هو يجي يخاف يقول راني عيان، يخاف يقول، يجي يقعد ويرقد والناس مقابلين وراه، كاين الناس مقابلين، وهذه دائره مائده مستديره هذه على الاخر. كان سر كبير تاع الدول المصدرة للغاز مجتمعة في قطر في الدوحة، والسيد يشخر. واش بقى قدر للجزائر؟ واش بقى قدر للجزائر؟ يعني موضوع كما هذا اللي يخص يعني طاقة اللي تعيش بها الجزائر والغاز، سلعة ما مرة ما على بالوش بيه، راقد. ربي قد الخير بلادنا يا ناس. شفتوا مستوى الوزارة تاع العصابة؟ شفتوا العصابة واش تختار؟ شفتوا العصابة واش تختار؟ من المفروض يسحتوا موغدو يحاوزوه، قولوا يا روح تروح هيا بهدلتنا. تقول لي كلهم وجوه تبهدايل، كلهم وجوه تبهدايل، ما كانش حفي ما واش وجوه تبهدايل. شو نقولوا؟ نقولوا ربي قدر الخير لبلادنا وربي بعد عليها ولا الحرام. السلام عليكم ورحمة الله.